اذا بدنا نحسب اليوم الستيبنج انجل كالكوليشن تبعت الستيبر موتور. القاعده الاساسيه او المعادله الاساسيه بتقول انه دلتا ثيتا اللي هي ستيبنج انجل، اللي هي تعريف ستيبنج انجل هي اصغر زاويه ممكنه بقدر اعملها بالفول ستيبنج. دلتا ثيتا is the stepping angle. وتعريف stepping angle smallest possible angle of advance. بس هاي under full stepping conditions. إذا رحت على half stepping أو مايكرو ستيبينج بقدر أجيب زوايا أصغر، بس هاي أصغر زاوية under full stepping mode. أوكي؟ إذا هذا هو تعريفه، وهذا بتهمني أنها تعطيني resolution. تذكرين resolution؟ resolution هو أحد ال characteristics تبعت السيستم، فراح تحدد resolution من دلتا ثيتا اللي موجودة هون. إذا دلتا ثيتا هي stepping angle. stepping angle هي smallest the smallest possible angle of advance under full stepping mode. هي أصغر زاوية ممكن أجيبها under full stepping mode. من هذه دلتا ثيتا. دلتا ثيتا بحسبها بطريقتين، ممكن حسب طبعا إذا الثيتا تبعت إذا الزاوية تبعت الستيتر أكبر من الثيتا تبعت الروتر رح أطبق هاي المعادلة طبعا عشان يظل هذا positive، أو إذا كانت ثيتا تبعت الروتر أكبر من ثيتا تبعت الستيتر بدي أطبق هاي الزاوية عشان هذا كمان يضل بوزيتيف. هلا بتلاحظوا هون في انتجر R. R هو the largest possible integer. بدي أضل أكبر R لحد ما يصير عندي، إذا كبرته أكثر من هيك طبعاً انتجر معناها إنه رح يكون بس رقم صحيح، بحيث إنه بضل أكبر R لحد ما هذه تضلها بوزيتيف، إذا تغيرت نيجاتيف بدي أرد أصغر R مرة ثانية. فـ R هو the largest possible integer such that delta theta is positive. هلا كيف بجيب ثيتا اس وثيتا ار؟ ثيتا اس وثيتا ار بيعتمدوا على ان اس وان ار. ان اس هو عدد ستيتر بولز وان ار هو عدد الروتر بولز، اوكي؟ عدد ستيتر بولز وعدد الروتر بولز. فبدي احسب عدد ستيتر بولز واضح، هلا اتذكروا انا حكيت هون انا اعتقادي او نظريتي ماي ثيوري انه اتس اندبندنت اوف ذا نمبر اوف فيزز. هلا لاحظوا عدد الفيزز للستيتر لا يساوي عدد البولز للستيتر. شفتوا بعض الكونفيجريشنز كان يكون عندي 2 فيزز و 4 بولز مثلا او 3 فيزز و 12 بولز. اذا اندبندنت اوف نمبر اوف فيزز. راح تشوفوا عدد الفيزز بهمني لما باجي بصمم الدائره الخارجيه تبعت الترانزستور اللي بدها تشغل، لانه عدد الاسلاك راح يعتمد على عدد الفيزز. بس هلا راح نترك احنا عدد الفيزز لغرض ستيبنج انجل كالكوليشن. الستيبنج انجل كالكوليشن راح يعتمد على عدد الستيتر بولز وعدد الروتر بولز. عدد الستيتر بولز ان اس هذا معروف، عدد الروتر بولز ان ار هذا معروف. بدي اطلع من ان اس وان ار بطلع ثيتا اس وثيتا ار. ثيتا اس وثيتا ار هي الزاويه ما بين الستيت ما بين البول والبول، ما بين الستيتر بولز هاي الزاويه، ما بين الروتر بولز هاي الزاويه. اعطاني ان ار، اعطاني ثيتا ار واعطاني ثيتا اس. هلا بنيجي بنطلع هل ثيتا اس اكبر او ثيتا اس اصغر، بنطبق المعادله حسب المطلوب. وطبعا بدي اخذ ار ذا لارجست بوسيبل انجل بحيث انه هذا يضل بوزيتيف، ما لهاش معنى طبعا انها تصير نيجاتيف، فبضل اكبر ار بحيث انها تصير بوزيتيف. خلينا ناخذ مثال من هذا المحرك مثلا. اذا بتتذكروا طلعنا على هذا المحرك المره الماضيه. اذا اطلعتوا على هذا المحرك راح تشوف اذا بنطلع بتفتحوا من هون. اذا بتطلعوا على هذه هون انا زي ما مررتوا عليكم مش هيك؟ في عندنا هون 8 بولز، لاحظوا هون في 4 فيزز. كيف بعرف انه 4 فيزز؟ عندي خمس اسلاك طالعين، اربعه لكل فيز وكوما، ومشبوكين كلهم تو 1 كوما. اذا هون عندي 2 بولز بير فيز، بس هذا ما بياثر علي، بضل اشتغل على 8 بولز. اذا ان اس عندي بالحاله هاي راح تكون 8. هلا بنحط الرقم، بعدين عندي كمان هي هذا راح احطه على جنب. هلا راح تلاحظوا في شغله صغيره انا اظن انها ما بتاثر. إذا طلعتوا على كل واحد من الستيترز هون ستيتر بولز راح تلاقوا في مسننات صغيرة أنا مهملهم هدول، معتبرهم مش بولز، معتبر هذا كله بول، هذا كله 1 بول، راح ياخذ نفس البولاريتي بنفس الوقت، فهذا بول وهذا بول وهذا بول، هدول كلهم الثمانية بولز. إذا هذا بالنسبة للستيتر 4 فيزز 8 بولز، بس إحنا راح ناخذ 8 بولز، إذا ان اس راح نعوض محلها هون 8. هلا بنيجي على الروتر، الروتر أنا عدينه قبل هيك، هلا أنا عارف إنه هذا هايبريد معقد شوي، بس هو إذا بتعد عدد هدول 50، هدول عدد الروتر بولز 50، فراح نحط هلا هدول الاثنين في المعادلة نطلع الزاوية.
فبصير عندي بالحاله بحاله هذا المحرك ان اس بتساوي 8 8 بولز. اذا مباشره ثيتا اس شو بتساوي؟ 360 على 8. اذا قسمت 360 على 8 320 على 8 ب 40 و45 مش هيك؟ مضبوط؟ مضبوط. 45 ديجري بير بول. وبعدين عندي ان ار بتساوي 50 بولز. اذا ثيتا ار بتساوي 360 على 50 اظن بتطلع 1.8 ولا قديش؟ 50 لا لا شو 1.8 7.2. اذا بتطلع معي هاي هون 7.2 ديجريز. مضبوط 7.2. 350 على 50 350 بتعطيني 7 و10 على 50 بتعطيني 0.2. هلا صار عندي مين اكبر؟ هلا عندي ثيتا اس واضح انها اكبر من ثيتا ار. فدلتا ثيتا بتساوي ثيتا اس ماينس ار ثيتا ار وتساوي عندي هاي 45 ناقص. هلا بدنا نلاقي ار. ايش الرقم اللي بدي اضربه ب 7.2 بحيث انه يضل اقل من 45 مش هيك؟ هلا 7 لو ضربتها في 5 رح تعطيني 35، 7 لو ضربتها في 6 بتعطيني 42، بس 6 في 0.2 ايش بتعطيني؟ بتضرب هدول الرقمين اذا ضربته في 6 رح تعطيني 42 و 1.2 43 و 2 بالعشرة. اذا ست ار بتساوي 6 رح تصير عندي دلتا ثيتا بتساوي 45 ناقص 6 في 7.2 بتصير 45 ناقص 43 و2 بالعشرة وتساوي 1.8 degrees per step. 1.8 degrees per step. نعم. بس دكتور ار ايش هي؟ ار هي the largest possible integer. بدي افتش على integer positive integer طبعا وانتجر طبعا بده يكون يعني مش كسور. اكبر انتجر بحيث اذا زدته اكثر من هيك رح تصير دلتا ثيتا نيجاتيف. مزبوط؟ لاحظ حطيته 7 شو بصير عندي؟ بصير عندي 7 في 7 49 49 معي هذا رح تصير اكبر من 45 يطلع نيجاتيف. اذا بفتش على اكبر انتجر ممكن بحيث انه اعطيني هذا 1 بوينت. بس هذه 1.8 اندر ابوت ويش كونديشنز؟ فول ستيبنج مود. فول ستيبنج مود يعني بشغل فيز بطفيه وبشغل الفيز اللي بعده بعدين بطفيه وبشغل الفيز اللي بعده. اذا عملت هاف ستيبنج رح تصير هاي 0.9 واذا عملت مايكرو ستيبنج رح تصير اصغر كمان من هيك.